يا بنتي تهملي بيت جوزك حتى لو غضبانه، تقعدي في بيتك وحقك يجيلك. انت عمرك ما بعدتي عن فرشتك، حتى لما كان ابوك تعبان كنت توليه طول النهار وفي الليل تنزلي تبيتي في سريرك. المرة دي حاجة تانية يا مهم، خلاص ما قدتش قادرة استحمل أكتر من كده. ليه؟ حصليه عاد؟ مش عايزة أتكلم. كيف يعني؟ لو عندك سبب قوليه، ولا أنت مش لاقي حاجة؟ يا بنتي جوزك تعبان وشقيان ومش قادر يسلب طوله، تقومي تسيبيه وهو في الحالة دي يا بنت الأصول؟ خلاص يا ماما، بقيت كمان أنا الغلطانة. قول يا بنتي في ايه واحنا نشوف مين الغلطان. ابنك بيخوني فضل.